صدر عن حضرة صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 92 لسنه 2024 بتعيين نائب رئيس تنفيذي في هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه وذلك بناء على عرض وزير الداخليه وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه يعين السيد علي عبد العزيز محمد جناحي علي عبد العزيز محمد جناحي نائبا للرئيس التنفيذي للتحول الالكتروني في هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه بدلا من الدكتور زكريا احمد الخاجه